أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. يعني طبعا زي ما احنا شايفين اهتمام الحكومة بالمواطن في كل القطاعات، لكن برضو يعني في معاناة عند بعض الناس أو عند معظم الناس من الأسعار، ومن يعني في شكوى كبيرة جدا من الناس، الأسعار غالية جدا، يعني حاجات كتير في الأسواق الناس ممكن تكون مش عارفة تشتريها، أو إن يعني بتلاقي الأسعار زادت بشكل كبير مرة واحدة، يعني حاجات كتير زي الدواجن، البيض، الحاجات اللي هي ممكن تكون أبسط الحاجات اللي أنا ممكن أقضي بها اليوم. عشان كده أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية بالأراضي المستصلحة عن ضخ كميات كبيرة من بيض المائدة بأسعار مخفضة لدعم الأهالي مع بداية العام الدراسي الجديد، والمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم. احنا لتفاصيل أكتر حوالين الموضوع هيكون معانا على الهاتف دكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا أستاذ مرنين، صباح النور أستاذ مايكل، كل عام وحضراتكم بخير ومصرنا بكل خير. دايما منورنا في صباح 100 يا دكتور. صباح الخير يا استاذ دكتور. في البداية قبل ما اتكلم عن المبادرة، طبعا الدولة مشكورة بتقوم بيها وبتوفير كمان مش بس فيما يخص الدواجن والبيض وكده، لكن في كمان سلع كتيرة وكمان ايضا في مبادرات كتيرة، ولكن موضوع البيض بالتحديد الفترة الأخيرة كان أزمة. وصلنا الأرقام 180 و200 جنيه لسعر الكرتونة، والموضوع بقى صعب، خصوصا ان البيض ده انا من وجهة نظري ان دي سلعة استراتيجية، حاجة بسيطة، بروتين بيكون رخيص، على الاقل الاطفال بتعيش عليه وطبعا الاسرة، يعني اغلبية الناس بتاكل بيض. عايزين نعرف في البداية قبل ما نتكلم عن المبادرة اسباب ارتفاع سعر البيض في الاسواق. لا، يمكن اسعار البيض ارتفعت الفترة الاخيرة، دوت بيرجع للسنة فاتت لما كان في الى حد ما صعوبة في تسعير العملة. هنا كان تم استيراد اعداد اقل من المتوقع ومن المستهدف من امهات البياض، وده يمكن اثرت في الاعداد اللي طالعه من الفراخ المسؤوله عن انتاج بيض المائده. ولكن الحمد لله في مجرد ان توفرت الاعلاف نتيجه تدبير العملات اللازمه والافراج عن جميع الخامات العالقة في الموانئ من الاعلاف ونقاط الاعلاف، وطبعا مع تفعيل الزراعة التعاقدية، واصبح دلوقتي لدينا اعلاف الحمد لله في السوق تغطي كافة الاحتياجات. واحنا يمكن شفنا حضرتك اخر شهرين تراجعت الاعلاف بنسبة تصل تقريبا ل 50%، وحصل استقرار فيها. دوت حصل مع استقرار واقبال شديد من المربيين على ادخال دفعات جديده واسكان دفعات جديده، سواء كانت فراخ تسميد او سواء كانت فراخ بياض مسؤوله عن انتاج بيض المائده. وبالفعل ان شاء الله هنلاحظ الفتره المقبله ان شاء الله تراجع في اسعار المنتجات البروتينيه سواء كانت بيض او فراخ. دكتور طارق، يعني الوزارة أعلنت عن ضخ كميات كبيرة من البيض، احنا عايزين نعرف من حضرتك الأماكن يا فندم هتكون موجودة فين، يعني من خلال المنافذ وأماكنها فين يا فندم؟ طيب، هو معالي وزير الزراعة ومعالي نائب وزير الزراعة اهتموا كثيرا في عملية توفير السلع الغذائية، مش بس البيض على فكرة، هي كل المنتجات الغذائية سواء كان بيض مائدة أو دواجن أو لحوم أو مصنعات، سواء كان الخضروات والفواكه والبقوليات، دي في كافة منافذ وزارة الزراعة التسويقية المتحركة والثابتة، وهذه المنافذ تقريبا 300 منفذ يغطوا كافة أرجاء الجمهورية. عايز أقول لحضرتك إن البيض بيباع فيها ب 150 جنيه، وبقية السلع زي ما قلت لحضرتك تقريبا البيض 160 جنيه، بيتباع بتخفيض الطبق البيض ب 150 جنيه. 150؟ مش ده في المنافذ التسويقيه الثابته المتحركه والتابعه لوزاره الزراعه. وفي كمان برضه باشراف ورعايه وزاره الزراعه تم الاتفاق ما بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ووزاره التمويل المتمثله في المجمعات الاستهلاكيه، واللي ضخ كميات كبيره من بيض المائده تباع برضه بنفس السعر ب 150 جنيه للمستهلك. اذا دلوقتي عندي منافذ وزاره الزراعه
الثابته والمتحركه ب 950 جنيه من انتاج وزاره الزراعه، وفي المجمعات الاستهلاكيه بالتنسيق مع الاتحاد العام لمنتج الدواجن برضه ب 950 جنيه باشراف ورعايه وزاره الزراعه. طيب دكتور طارق معلش كمان حضرتك بتقول في منتجات ثاني بتخص وزاره الزراعه، لو اتكلمنا مثلا عن سعر الفراخ تقريبا قد ايه؟ لا خليني اقول لحضرتك ان الاسعار يمكن برضه بتتاثر في البورصه يوميا. صحيح. ولكن كل المنتجات التي تطرحها وزاره الزراعه في منافذها التسويقيه هتكون اقل من ماثلتها تقريبا حوالي يمكن من 25 ل 35% اقل من ماثلتها المطروحه في السوق هنا، لان الحلقات الوسيطه متقلصه جدا، هنا بيكون الانتاج من انتاجنا على طول للمستهلك. طيب احنا عايزين حضرتك برضو بما اننا بنتكلم وبنطمن الناس، عايزين حضرتك تدينا فكرة عن المشروع القومي لتجميع الألبان او مراكز تجميع الألبان يا فندم. المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بصغار مربي مشية اللبن، ودول اللي معاهم تقريبا حوالي 70-80% من جملة ما لدينا من ثروة حيوانية ومشية ألبان. فقامة رئيس الجمهورية اعتبر الاهتمام في مراكز تجميع الألبان ورفع كفائتها على أعلى مستوى مشروعا قوميا، ابتدى البنك الزراعي يمول لرفع كفاءة هذه المشروعات بقرض بسيط 5% والسداد على فترة امتدت ل 8 سنوات. النهارده احنا عندنا تطوير 241 مركز تجميع ألبان بالإضافة إلى 41 مركز تابعين لمبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة في كرة مبادرة فخامة الرئيس حياة كريمة لتنمية الريف المصري. الاهتمام بمراكز تجميع الألبان طبعا بيسبقه اهتمام بكافة أوجه الرعاية والتغذية والإدارة والفحوصات البيطرية والمعملية للاستوصاف من وجود حيوان منتج للبن خالي من الأمراض ومستفيداتها. عملية الحليب بتتم في ظروف رعائية وصحية أفضل، بيتم نقل الحليب فورا من مكان الحلب الى اماكن تجميع او اماكن مراكز تجميع الالبان، وبالتالي الحصول على الالبان افضل جوده سواء كان للاستهلاك المباشر الطازج سواء كان للتصنيع سواء كان للتصدير. وخليني اقول لحضرتك احنا الحمد لله وصلنا لاكتفاء ذاتي في الالبان الطازجه السائله، بل نصدر ما يزيد عن احتياجاتنا من الالبان في سوق الصناعات. صحيح، يعني احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك.